أحببته وأحبه وسيبقى ها هنا. أحببته وأحبه وسيبقى هناك وهنا. أحببته وعشقته سيبقى ها هنا. سبحان الله يا سحر. سبحان الله. في عندي مقولة دائما بكررها. اليوم تحققت الرؤية. شو هالمقولة بقى؟ في مكان ما من دمشق تمطر ذهبا ولكنني لا أعلم أين. بس هلا عم تشتي فوق بيتنا تماما. ألو. نعم. أهلين أخي منذر. أهلين. شو طمني مش الحال؟ ولك كل عم بنص عيونهم العمى. إمت ما بدهم بيمشوها وإمت ما بدهم بيعرخلوها. لا لا بسيطة أخي منذر. خلاص بسيطة أنا بحلها. لا لا بلاقي طريقة ثانية. ماشي ماشي خلاص بنحكي. الله معك. شو في؟ الأوغاد ما رضوا يعطوه شهادة وفاة. لمين؟ امبارح كنا عم نتناقش أنا ومنذر، يعني ارتقينا إنه البحث عن نرجس بده ياخد كتير من الوقت وكتير من المصاري. يعني قلنا لحالنا إنه منوفر هذا الوقت. وفاء هات من الآخر. هلأ اللي ارتقينا إنه نوفي نرجس وناخد الوردة وبعدين نقعد على مهلنا وبكل إمكانياتنا ندور على نرجس. ومنذر وافقك على الحكي؟ الفكرة تقريبا فكرة منذر. يا عم بدكم توفوا المخلوقة ولساتها عايشة؟ مو المحامي قالكم إنه لساتها عايشة؟ هلا هي الفكرة كلياتها إنه نتأكد بأنفسنا إنه إذا كانت عايشة ولا متوفاة. مشان هيك سألنا بالنفوس. يعني قلنا إذا كان بالنفوس ما بيعرفوا. شكراً على هالمساعدة موفق بيك. بدك توفينا أختنا ولساتها عايشة؟ لك مو القصد يا سحر مو القصد. يبدو أن الحق علي اللي عم بحكي لك وشاركك بالأفكار. المرة موفق لها له شغلة يشتغلها على نرجس؟ ايه ايه منيح. مو كان هالكن انت واختك سحر بنقوا بطعمة وبلا طعمة؟ بلكي على نقوا وعناده بتظهر نرجس. المرة ما شغل نقوا. المرة كان بدي يختصر الطريق من اوله. تخيلي هو اخي منذر كان بدون يزوروا شهادة وفاة لنرجس. هو منذر هي اكيد كفاح بتكون دافشته. ما بده حدا يدفشه. هو سمع بسيط المصاري من عم على قلبه. تخيلي من عمية قلبهم نسي انه شهادة الوفاة ما بتكفي. لازم نلاقي الجسة ونحلل الدي ان اي. عن جد عم على قلبه. مو بس هو. انا بقصد انه هاي مصاري مو مثل العادة. يعني هاي ثروة متلتلة عن جد بتعمي القلب. شبك ليش هيك عم تطلع فيني؟ ولا شي. لا تخاف علي. أنا خايفة عليك أنت. أنا ما بعرف شو بدي أقول لك.
إذا قلت لك إنه هدول مصاري مو حلوين بكون كذاب. حلوين بغيروا كل شيء بحياتنا. وحزير شو أهم شيء بغيروا بحياتنا؟ نحمل حالنا ونروح على أمريكا ونيك بتتعالج، وبأسوأ الاحتمالات بنعمل طفل أنابيب. أنتي بتعرفي إنه القصة أصعب من هيك بكتير. بعرف، وبعرف إنه ما في مشكلة ما إلها حل. مصاري بتحل كل شيء. شفتي؟ أنتي كمان المصاري عمت على قلبك؟ هلا هيك بتكون المصاري عمت على قلبي؟ زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك صون ودك، زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك لك إني بحبك بحبك، وكان يميني شو ماما؟ لهلا ما نمتي؟ لا ماما، عم تفرج على التلفزيون. منيحة انتي؟ منيحة منيحة، بدي فوت على الحمام. على شو عم تفرجي؟ شو هالفيلم ها؟ لك مو فيلم ماما، هاد هدول ناس نيالون عايشين مثل بالأفلام، مو مثلنا يا حسرتي. ما حدا بياخذ إلا نصيبه للدنيا. صحيح رباب، ليش ما بنبعث رسالة على كل بريد إلكتروني موجود بالبلد؟ يعني بجوز يطلع حدا بيعرفها. ايه والله جبتها، بس خلينا هلأ لنشوف شو بده يصير بإعلان الجرايد. كيف هيك؟ 10+1 قدي؟ 1-1. طيب، 1 اللي جنبه 1 كيف منقرأ؟ 1-1. شوفي خالة؟ ولا شي حبيبتي ولا شي. ليكي قالت لي الماما انه رح تمرقي لعندي بعد المدرسة. حزري شو عملتلك؟ عملتلك قالب جاتو هيك قدو تاكلي؟ عن جد؟ لك ايه عن جد. شو اسم الواحد اللي بيكون جنبه واحد؟ وحدو وحدي. الله يا ست الله. شو هذا يا سليمان؟ يا
سليمان. يلا قوام. سلامتك سلامتك. إن شاء الله ما لقيت لك شر. قعدت عم تستنى بنتي. أمينة شو لسه أبي ما وصل ما؟ لا ما وصل. أبي يا ولد استنى أبوك. عمتي أولاً أنا مالي ولد، ثانياً أبي ثمن جوعنا، وثالثاً أنا وقت بدي جوع بدي آكل، يعني ما عندي استعداد استنى حالك. ولعينك شو بتحب بطنك؟ يا ريحي لحالك. عمتي الله يرضى عليك، وقت بتجوع بتحمل حالك وتفوت على البراد، بتاكل يا أما بتقول لأمينة تعمل لك شيء أكل. الله يرحمك يا برتخي. تعي شو في ابنك ما بيعجبه العجب. أمينة سنوت معي سليمان. يا أمينة أنا مالك. الله الله أنا مالك. يا أمينة شوي بابا من عندك من الغرفة جيبي شي شغلة مشان تلبسها أوام. يا أمينة! إيه أستاذ؟ دخيلي عينك خذيها على الحمام شوفي شو بدها ورجعي جيبيها لأنه حرام ميتة بالجوع. أوام شوي بابا شوفي شو صاير. سليمان الله يصلحه نحن وراجعين من المحل ضربة بسيارة ما انتبه بس إن شاء الله ما فيها شي إن شاء الله بسيطة. طب ما قالت مين هي؟ قال ما لحدا. لكن ليش جبتها لهون انا؟ لساتك عم تتوجعي؟ انت ايش اسمك؟ لكن القط اكل لسانك. يا سلام ايش هالاسم الحلو. شوفي رح اجيب لك العشاء على الغرفه بعمره ما فات عشاء لهون ها بس حتى تعرفي قديش حابينك وعم ندللك. شو هدول؟ هدول ولا شيء هدول تبعاتي. شو طمينا كيفها؟ قعدت بالتخت وهديت رأى فوت العشاء مسكينة لهلا مخضوضة من الحادث. طيب ما حكيت شي؟ ما قالت مين هي؟ اسمها نرجس. ايه بس ما قالت شي تاني. شلون يعني ما قالت شي تاني؟ ما بدنا نفهم شو قصتها؟ الله يرضى عليك يا أمينة فوتي لها العشاء وعلى مهلك خدي وعطي معها لحتى نعرف مين هي. حاضر أستاذ. أمينة الله يوفقك أصحب تهرهر لي على الحرامات أو الحافل عطتك يا هذا جهاز أمي. ايه خلص ماشي. وهي احلى عشاء لاحلى نرجس. يسلموا ايدك انا معذبكم هاي. لك لا عذاب ولا شيء المهم انت هلا ترتاحي وتقومي بالسلامه. انا اسمي امينه. امينه ايش بك هلا قد اسمي بزعل؟ امي كان اسمها امينه. الله وكيلك يا حجي ما نامت كل الليل تحكي وتبكي تحكي وتبكي والله تقطع قلبي عليها. شو أخي صدقت؟ يعني إذا صادقة فهي البنت مظلومة. طيب وإذا ما لها صادقة شو بدنا نسوي فيها؟ والله يا ست ناجية إذا شفتيها مبارحة بالليل ما بتقولي هالكلام. هلأ إذا ما لها صادقة نستنى عليها كم يوم ونشوف شو ربك بيسر.
عملت مثل ما قلت لي تمام حجي. من اول ما وصلت قضيت على النسور. مثل ما بتعرف حجي الناس بتحب الحكي، وسيره البنت على كل لسان. شي عم بيقول انه سرقت من عند الحكيم ذهب بشي 20000 ليره، وشي عم بيقول انه صيغه مرت الحكيم لحالها بس ولا شي 30000 ليره، هي ما عدا المصاري اللي اخذتهم. وشي عم بيقول انه ابوها نازل على المدينه بده يذبحها. يا لطيف شو الحكيات؟ والله هذا كل شي سمعته يا حجي. سليمان، ما بدي مخلوق بالدنيا يعرف بقصة هاي البنت، مفهوم؟ أمرك حجي. اسم الحكيم معك، بدي إياك ما تخلي محل بالبلد إلا ما تجيب لي وين ساكن وين عيادته. على عيني عبدالله بيك، بس البنت مبارح ما حكت شي بالليل. حكت يعني قالت إنه هربانة من أهلها، بس مو لأنه سرقت، لأنه الحكيم ابن الحرام هتك عرضها. أكيد هتك عرضها يا حجي، لأنه لو سرقها كان بين عليها، لأنه لما لقيناها ما كان معها ولا قرش. سليمان استعجل لي بالقصة الله يخليك، ما راح يهدى بالي إلا لحتى أعرف الحقيقة. الله يرضى عليك. خلص بقى يا بنت الناس، اللي صار صار، واحمدي ربك أنه بعت لك الحج عبد الله حتى قال لي أجيب لك تياب. ها شوفي إن شاء الله يجوا على قياسك. هاتي لشوف. الحمد لله الحمد لله. لك والله قطعتي لي قلبي. خلص بقى، هاتي هاتي إيدك الثانية. يا سلام إشاد. يا الله يسعد لي الصباح. صباح الخير. لك علي ما علي، لو كنت رجال لخطفتك وطرت فيكي وقضيت معك بقية عمري على إدمانك حلوة وكربوجة. بتحبي القهوة؟ أنا متعودة أشرب متى الصباح. إيه جربي القهوة، شمي ريحتها والله بتشق القلب. بدي أسألك، ليش مبارحة سديتي الباب بالكرسي؟ خفت لحدا يفوت. ومين هالحدا؟ والله ما بعرف، بس مدري ليش هيك خفت. إيه لا تخافي، طالما أمون معك ما حدا بقرب منك،
بعدين غرفتنا ما حدا بفوت عليها من رجال البيت طاول. يا ستي وإذا صارت وأمينة معك، إيه والله والله بشركه لو كان عنتر. هلا أنت خايفة من الفصعون علي ما هيك؟ إيه لا تخافي، هاد ما بطلع معه شيء إلا التطليع، هيك نظراته بس. شلون شفتي لي القهوة؟ طيبة. إيه لكن هاي قهوة أمون، هاي ما بعد قهوة. صباح الخير حشي. صباح الخيرات. جبت لك قرار ناظم نزل على عيادته الجديدة من ساعة. حضرتك المريض؟ حضرتك ما هيك؟ دكتور انت صار لك زمان بتشتغل بالشام؟ انا اشتغلت كم سنة بالارياف. حضرتك المريض ما هيك؟ ليك خلينا نحل القصة وبدون ما يطلع صوتنا. ممكن افهم شو القصة؟ انا ما بفهم عليك، انت المريض ولا جايب شان شغله ثانيه؟ شو قصتك مع نرجس العنابي؟ هي وحده حراميه ما بتتامن. هي اللي ما بتتامن؟ هي وحده سرقت مساغ مرتي، مساغ صاروا اكثر من 15,000، يعني اهلها ناويين يذبحوها. وليش ما بلغت الشرطة؟ أنا صراحة نسيت الموضوع وما حبيت أعمل شوشرة. يعني إذا أهلها ذبحوها ما بتكون عم تعمل شوشرة. أخي تصطفل منها لأهلها، أنا نسيتها ونسيت كل الموضوع، الله يصطفل فيها. ليك أنا رح أشتكي للشرطة والشرطة بتجيبك وبتجيبها وبتسمع منك ومنها وساعتها منشوف على مين الحق. بدك تجيب الشرطة؟ انت كتير هممتك هاي اللي اسمها نرجس العنابي؟ وانت شو بتقلها؟ هذا مو شغلك. هذا مو شغلي. شو رأيك انه انا اللي رح اجيب الشرطة وقل لهم انه في واحد عامل حاله مريض ومتهجم علي على العيادة؟ بس انا لا بتبع مشاكل ولا تبع شرطة، مشان هيك أنا رح أوفر عليك الطريق وقل لك إذا جبت الشرطة ما الشرطة ما حتلاقي علي شيء، لأنه أنا بالأساس ما عملت شيء واللي عملته هو شيء إنساني. يكفي أنه أنا داويت أمها باللحظة اللي كان ما في مين حدا يداويها وبلاش، ويكفي أنه سترت لها المخلوقة باللحظة اللي أهلها مملاقين شيء طعموها. بس شو طلعت؟ للأسف طلعت ما عنده أصل. هذا واحد ابن حرام، يعني اللي فينا نساويه إنه نروح لعند أهلك ونقلن على كل شي صار. ما في قدامنا إلا الحل. حجي إذا بدك ترجعني لأهلي رح يذبحوني. معقول يذبحوكي؟ إذا صدقوا إني أنا اللي سارقة شلون بدهم يسامحوني على اللي عملوا فيني الحكيم؟ إذا هن ما ذبحوني أنا بموت حالي وما بجيب لأهلي ولأخواتي البنات عيبة تلزق فيهم كل عمرهم. أصلاً يمكن بعد فترة أكون ميتة بنظرهم. شكراً لك حجي، أنا ما رح أعملك مشاكل أكثر. أنا خلاص رح أروح. لوين؟ لوين رح تروحي؟ كتر خيرك يا حجي، أنا ما بدي تقل على حدا.
يا بنت الحلال عم اقول لك ما راح خليكي تطلعي من هذا البيت. خلص بضلي هون. بتصيري تعاونيها لأمينة. كتر خيرك يا حجي. هي مو مني. انتي رح تشتغلي. انتي بتعرفي تقري وتكتبي؟ لا. مين؟ مرحبا أمينة. لك أنا إلي حساب تاني مع مرتك أم عبدو، هي اللي مانعتك تجي لعندي ما هيك؟ لساتن عقلاتها جوزتين مخرج؟ يمين من أم عبدو هلا وسيرتها يميني. حزيري شو جايب لك معي؟ مو شايفة بإيدك غير هالجريدة. تعرفي مين هي؟ لك هي ندى؟ ايه. شو هاد؟ هذا خبر ناشرين وأهلها. أهلها؟ ايه، أهلها رجعوا يدوروا عليها. أي أهل هدول؟ مو كانوا نسيانينا؟ شو ذكرهم فيها بعد سنين؟ والله علمي علميك، بس هذا الخبر صار له كم يوم نازل بالجريدة. وليش ما خبرتني؟ والله يا أمينة أم عبدو، شو بدي ساوي؟ أم عبدو، لك أنا شو بدي أعمل مع هاي السرنوة؟ عم تتحكم فيك بعد كل هالعمر؟ لك هي ندوش يا سليمان، لازم تخبرني من الأول. نحن ليش ما نزلنا بالجريدة ليش؟ هذا وقت وهداك وقت. لك أمينة شبكي شو صار لك؟ صلي على النبي. لك شو صار لي؟ لك رجعت سيرة ندوش، عم يدوروا عليها، رجع الأمل إنه نلاقيها. هلا فكرك بإعلان رح يلاقوها، إما قلبنا الدنيا عليها، سنين وسنين، أهلها هلا بدهم يلاقوها، نحنا اللي قضينا عمرنا معها ما عرفنا نلاقيها. ولو، بركي هن لاقوها، لك أنا بدي أشوفها مرة واحدة، مرة واحدة بس قبل ما أموت. طولي بالك. لك أمينة شبكي كله إعلان، ما حدا لقى حدا لسه. أخي أنا ما بفهم هيك، إعلان ولا غيره، لازم أروح لعند أهلها وأشوفهم. طيب خلينا بالأول نعرف ليش عم يدوروا عليها، شو بدهم منا بعد هالمدة؟ لك هي ندوش يا سليمان، ندوش بعد كل هالعمر. سمير عنده رفقات كتير بيشتغلوا بالكمبيوتر والإنترنت والبرمجيات، فمشان هيك نحن رح نبعث رسالة بحث عن خالتي نرجس لكل الإيميلات بسوريا. ماما، انتي خبرتي سمير عن خالتك نرجس؟ طبعا انا ما بخبي شي عن سمير. يعني كان بيسوى تطولي بالك شوي، القصة مو سهلة وما بدنا اياها تصير فضيحة. ما كل البلد صارت تعرف بعد اعلان خاله جواد. ايه بس ما بيعرفوا انها اختنا. أنا ما عم بفهم أنتوا ليش معتبرينها فضيحة؟ هي فضيحة مدوبلة إذا بدك. الفضيحة الأولى أنه هربت خالتك، والفضيحة الثانية أنه ما دورنا عليها كل هالسنين. بتعرفي ماما، بكرة بس نلاقي خالتي نرجس وناخد المصاري، ساعتها شو ما حكيت الناس مثل رجلنا. مثل رجلنا حكي الناس هلا؟ يا ستي فرضنا مثل رجلنا حكي الناس، بس ما رح يكون مثل رجلنا الذنب اللي رح تحملنا يا خالتك نرجس. ماما الذنب مو بس ذنبكم، كمان هي راحت وما عاد رجعت ولا سألت ولا حاولت توصلكم اي خبر، كمان هي عليها شوية ذنب. بكل الاحوال رباب فهمي لسمير، ومشان ما يسيء الظن فهمي انه نحن دورنا على نرجس وكنا مفكرينها متوفاية أو برات البلد، يعني ما تخليه يفكر إنه نحن قليلين أصل، مو حلوة بحقك. كلا أمي، سمير ما له هيك أبداً. بعدين أنت فكرتي إنه هو بحبني مشان عيلتي؟ لا، بعدين هذا سمير مثل جوزك، معي للموت.
سوزان شو شردة؟ ولا شي، رحبتني. شو بالظاهر أمك كانت عنا اليوم؟ ايه مرقت اليوم صحيح، بتسلم عليه كتير. لقوم حط لك عشاء. صحيح شو صار معك مشان الإعلان بالجريدة؟ ما صار شي. شو رأيك حبيبتي؟ تسلم لي عينك يا أبو الأفكار. أكيد رح يطلع حدا بيعرفك. الله يسمع منك يا سمير. عم تمزحي كفاح؟ بالله ما عم تمزحي؟ لك والله العظيم عم بحكي جد، جد الجد. ودخلك قديش بيطلعوا هدول على السوري؟ على حساباتي بيطلعوا لهم 250 مليون. أي والله ما أني صدقة ولا كلمة من هالحكي. إن شاء الله عمرك ما تصدقي. أي لا تزعلي مني كفاح. يعني جوزك مو شكله له قرايب أغنية كل هالقد، شكله بيقول إنه الرجال معتر وعباب الله. أي مزبوط، منظر مبين معتر، بس أهله أكابر كتير ومليانين ومدللين كمان. إيه الله يسمع منك. شو أنا بزعل؟ إيه بفرح لك أنا. إيه فرحي لي، لكن ما بدك تفرحي لي، القصة مزبوطة 100% وبكرة بتشوفي بعينك. طيب ولهلأ ما وصلتوا لهي بنت حماك الهربانة؟ إيه رح نصلها، لكن ما حنصلها، وين بدها تروح يعني؟ تعرفي ولك كفاح، شغلة هالجرايد اللي عم بدور فيها سلفك، إيه والله ما إلها طعمة. اسمعي مني، مين بهالأيام عاد قرا جرايد؟ إيه كل عمر الناس بتعلن بالجرايد، وين بدها تعلن يعني؟ إيه هذا كان زمان، هلأ صار في شيء اسمه موبايل، وكل الناس حاملة منه. أنا قاعد ببيتي كل يوم، توصلني رسالة شكل، مرة فاتحين محل، ومرة عاملين رخصة، بقى إلكم تسهر العالم وما بتعرفي. بجوز تصل الرسالة على موبايلها وما تلاقوها إلا عم تتصل فيكم، وهيك بتكونوا أنتوا وصلتوا لها أول شيء وراح بيطلع لكم المليون. يا على عيونك شو قوية، قصدي تقبري قلبي، تقبري قلبي على هلسان اللي ما بينطق إلا بالجواهر. جبتيها والله جبتيها. إيه معناها بس الله يكرمك لا تنسى رفيقتك. معقولة لك تقبري قلبي إن شاء الله؟ في بالعادة. Is everything okay? ايه حبيبتي ما يهمك. What are you reading? ولا شيء. بس قريت خبر عن حدا كنت مفكره مات، بس شكله لساته عايش. Good. هذا كويس. من زير؟ نعم. بدي اقول لك شغلي. بس ما بدي اياك تزعل مني، لانه انا اولا على اخر ما بتمني غير مصلحتها. شوفي منزير، انا وانت لازم نوصل اول اثنين لاختك نرجس. تعرف ليش؟ لانه نحن حق بهدول المليون دولار، احق من كل اخواتك فيهم. شوف عيشتنا تفرج، هي عيشه هي. بالله لا تشكي لي ببكيلك. لكان سعالك شوي. وين بدي اسعى؟ بروح دق على بيوت الناس بقول لهم وين نرجس؟ بتعرفي خطر لي علق ورقة على الميكرو. ورقة على الميكرو؟ ولكولي على قامة الفقر شو بيعمل بعقول البشر؟ هلأ بدك تستلميني؟ أعوذ بالله، أنا بدي استلمك تقبر قلبي إن شاء الله، بس أنا بدي إياك تشغل مخك أكتر. شفت أخوك جواد شو عمل؟ حط إعلان بالجريدة. إيه عندي طريقة. دخيل الفالح، هاتي لشو؟ يا سيدي شو ها محروق الراس، قوم غير الراس مش هقلك على الطريقة. هلا عن جد عندك طريقة؟ لك ما عندي طريقة، غير الراس وتعال اسمع. بالأول بسمع، إذا عجبتني براسي بغير لك الراس. طيب إن شاء الله بدك تسوي لي فيها سحر وخزعبلات. أعطيني الموبايل لقلك. هذا السحر تكنولوجي شكله. دخلك كم رسالة إعلانات تصلك باليوم؟ شو بعرفني؟ طيب وشو هو اللي أكثر انتشاراً، الموبايلات ولا الجرايد؟ حبيبي هاي الإسوارة بتنزل بكرة بتبيعها، بعدين تنزل على شركة الموبايلات بتعمل رسالة SMS تبعتها لكل موبايلات البلد. حط رقم موبايلك ها، مو رقم أخوك جواد الجديد اللي اشتراه مشان يضحك علينا. شو؟ شلون لقيت الطريقة؟
بتستاهل راس أرجيلة جديد مدلل ولا لا؟ اي مو بس بدي غير لك الراس، إلا أعمل لك أحلى كاسة شاي. لك تقبر قلبي إن شاء الله. منزير، وعك تفتح تمك لحدا من أهلك بالسيرة قبل ما تحط الإعلان ها؟ خوش بعرفك، ما بتنبق بتمك فولة. شو شايفتيني أهبال؟ عسلامتك تقبرني. نرجس الله يرضى عليكي. ساعدي أمينة بجلس هون. إيه على عيني. علي أبوك قاعد لحاله جوا، فوت لعنده. شو نرجس وينها؟ نرجس عم تساعد أمينة بجلي صحون. لك يا ناجية طولي بالك على البنت، لسه عوضة طري شبكي. بعدين شو قصتك يعني؟ أخذ إجازة من المدرسة لتشتغلي فينا؟ وانت السادة اخذي اجازة مشان نظبط وضع البيت اللي ما عاد اعرف شلون ماشي. لا ناجية مالك حق، البيت عين الله عليه اموره ماشية تمام، مو ناقصنا شيء. ناقصنا شيء يا بي؟ والله مو ناقصنا شيء ابدا اخي، نحن اللي بيتخدم علينا بهالبيت، مو نحن منخدم على اللي مو معروف قرعة ابونا منين. لا ناجية مالك حق، الله وكيلك مالك حق. بعدين البنت لساتها جديدة وليكك ها شغلتيها. ما هي عمتي اخذ اجازة خصوصي لحتى تشغلها. ما شاء الله حالكم، شو قصة هالضحك والتفقيس اللي جاي عليكم هالكم يوم؟ ما قلت لها اخذ اجازه لتشتغل فينا. طول الغدا ما؟ السماء صافية مثل البحر كبير، مثل نرجس جميلة. نرجس لمين كل هالكتب؟ لبابا. كلهم؟ كلهم يعني ريانهم كلهم؟ بظن إذا مو كلهم أكترهم. إمتى رح أقرأ كل هدول؟ إذا رح تضلك عم تصفني وتلتهي هيك ما رح تعرفي تقري حتى عنوان كتاب من هالكتب. بالله عن جد إمتى؟ أبي بيقرأ كل وقت، لما يفيق، قبل ما ينام، بالشغل، المساء. ما بتشوفي غير كل مساء قاعد وعم يقرأ، ما بتذكره بدون كتاب بإيده. هلا الحجي شو درس؟ بابا درس بالازهر، الازهر الجامع الكبير اللي بمصر، وهذا نفس الجامع. السماء شبهها يا نرجس؟ صافية. طيب تعي اكتبيها. نرجس شو أخبار الدروس؟ الحمد لله. بابا نرجس عم تشرد كتير، كل الوقت صفنانة بالمكتبة. لا الله يرضى عليكي، بدي إياكي تنتبهي منيح لحتى على الأقل تقدري تقري كم كتاب من المكتبة. مبسوطة عنا؟ إيه الحمد لله، نشكر الله. كتر خيركم دايما. شوفي شو صار. خجلتها استاذ. خجلتها ليش؟ شو حكيت؟ ولا شي، بس هي حساسة. انا والله قصدي اطمن عليها بس. قومي شوفيها. قومي. ماشي ماشي. هذا الحكي بجوز، تزعل ولا تخجل ولا تنفلق، شو نساوي لها؟ شبك انت تاني؟ ليش عم تتطلع فيني هيك؟ لا بابا ما في شيء، سلامتك. شو صار لك؟ شبعت؟ لا، خجلتي. والله اللي عم يساووا معي هالجماعة أهلي ما ساووا لي. أهلك ما بيعرفوا يساووا هيك، أهلك ساووا لك اللي بيعرفوا يساووا. خلصنا
فردي لي هالبوز، اصلا هذا الخجل مو لايق لك. هالجميل اللي عمله معي الحجي بعمري كله ما رح انساه له اياه. يا ستي خلصينا، لسه بتقلي هالجميل وهالجميل، جميله على راسي وعيني من فوق، ما قصر الزلمه. بس اذا بدك تضلي تقولي هيك كل ساعه وكل دقيقه بتصيري تحت الصرامه. انت هون عم تغسلي وتجلي وتكوي وتطبخي وتمسحي وتنفخي وتقومي معي بالبيت، يعني عم تشتغلي باكلك وشربك. خلصينا بقى، يلا قومي كلي. عن جد شبعت الحمد لله. ما اقتنعتي بكلامي؟ ما بعرف، بركي مع الوقت هي قصة الخجل بتروح. يمكن ايه مثل ما بدك، بس ديري بالك من هذا اللي اسمه الوقت، لأنه بيسرق. بكرة بتمر الأيام وبتلاقي حالك واقفة بمطرحك بتقولي سرقني الوقت وما حدا خبرني. صباح الخير. أهلين يا أبي، صباح خيرات. بابا نزلني بطريقك على الجامعة. إيه تكرم عينك يا أبي، بس لا أشرب قهوة. ماشي لك، أنا رح آخذ تفاحة من البراد وبستناك مع سليمان تحت. يلا قول يا رب. تفضل أستاذ. يسلم إيديكي. ضيافتك. في كنسي الصوف الرمادية، بتعرفي لي وينها؟ عندي بالبرندة على الحبل منشورة. طب تقرشي قلبي، لكن جيبي لي هلبة معك اللي لقمي. كله بهالبيت صار بيطلب ويتأمر. على عيني. صباح الخير. صباح النور. بتعرفي البيت بوجودك صار احلى بكتير من قبل. البيت بصحابه سيد علي. وبس تتعلمي تقري وتكتبي عربي منيح انا رح اعطيكي دروس انجليزي، لانه ناديه وناجيه ما كتير بيعرفوا انجليزي، يعني بيعرفوا فرنسي. ف بدك ان شاء الله الله يكرمكم مثل ما عم تكرموني. طب هلا عن جد قولي لي، في شيء ثاني حابه انك تعمليه؟ شو استاذ علي؟ Thank you.
سيطلع.